سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نعجن خبز وقلت غادي نوريكم هاد الطريقة هادي اللي هي سهلة بزاف وكيجي فيها الخبز 100% ناجح. انا صراحة ما كنعجنش الخبز ديما قليل بزاف سبديغ يعني خذوها مني هاد الطريقة راها ناجحة والمبتدئات بحالي. غادي نوريكم دابا شنو هما المقادير اللي غادي نحتاجو وغادي ننتقلوا للعملية ديال الخبز. انا قررت انني عجن كميه كبيره شويه وغادي نديرها في الفريكو باش ما بقاش كل مره كنعجن. عندي هنايا واحد كيلو ديال الدقيق ديال الفورص العادي متعدد الاستعمالات، عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفينو اولا السميد ناعم جدا، خذ هكذا خاصها تكون الكميه ديال الدقيق نص ديالها ديال الفينو اولا كميه الفينو دوبل ديالها ديال الدقيق الفورص. عندي هنايا الماء دافي على حسب الخليط بالطبع حيت كل طحين وشحال كياخذ ديال الماء. عندي هنايا الملحه، عندي واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي واحد المعلقه ونص ديال الخميره الفوريه، عندي واحد جوج معالق ديال الزيت، وعندي شويه ديال السميده رقيقه باش غادي ندرس بها الخبز. وهنايا بالنسبه عاود للتكراس قررت انني نستعمل هنايا هاد الانواع ديال الزريعه، عندي هنايا زريعه ملقيه عاديه، زريعه ديال القرعه، وعندي هنايا واحد المجموعه ديال الزريعات، هنايا زريعه الكتان مع لي كرين دو بافو مع زنجلان اللي انا خلطتهم صراحه بيدي حتى هما غادي نكرس بهم، هادو كيبقاو اختياري. غادي نبداو بسم الله بالعجينه ديالنا. كما شفتوا هنايا عندي دقيق ديال الفينو، غادي نزيد عليه الفورص، البنات الا ما عندكمش العجانه بيان سور راه كتعجني بيدي ولكن هي صراحه كتسهل شويه باش ما تبقاش تكي بزاف. الو غادي نسد عليه وغادي نزيد عليه السكر، غادي نزيد كل شيء في العجانه وغادي نخليها تعجن. الصراحه ما غاديش ندير الماء الخميره، ما غاديش ندير غير الملح دابا حتى البلاتي شويه، غادي نزيد الزيت وغادي نبدا نعجن وانا كنزيد في الماء حتى تجمع لي العجينه، عاد غادي ندير الملحه باش ما تقاسليش مع الخميره وتخسرها وما تخليهاش تخدم. دابا ملي بدات كتجمع لي العجينه ملي تخلطات مزيان غادي نزيد عليها الملحه، الملحه على حسب الذوق، انا هنايا غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال الملحه كيف ما كتشوفوا، وغادي نكمل العجينه ديالي وغادي نخليها تدلك مزيان مزيان واحد 8 حتى 10 دقائق. العجينة ديالي كما شفتو من بعد ما دلكات مزيان غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح واحد شوية واحد نص ساعة ماكسيموم وغادي نبدا نشكلها. العجينة ديالنا ارتاحت تقريبا واحد 40 دقيقة حتى ضعفات في الحجم ديالها وخمرات، غادي نقسمها دابا، قسموها كيف ما بغيتو، واش بغيتو خبيزات صغارين ولا كبار على جوج باش تجيني سهلة.
وغادي نقسمهم بحال ما هكايا. الخبيزه ديالي جبت هنايا الطاوله اللي غادي ندخل في الفران، غادي نرش فيها واحد شويه ديال السميده باش ما يلصقليش الخبز بحال هكا. غادي نجيب هنايا واحد سلافه درت فيها الماء، واحد سلافه اخرى درت فيها هاد لي غرين ديالي اللي غادي نزوق بهم الخبيزات. غادي نجيب واحد الخبيزه غادي نقبضها بحال هكايا من التحت، غادي نغطسها في الماء واحد شويه وغادي نغطسها في هاد ليكران هادو بحال هكذا. غادي نقبضها وغادي نحطها هنايا كما كتشوفوا وغادي نبدا نقرص فيها. بحال هكذا غادي نرققها ماشي بزاف وما نخليوهاش غليظه باش عاود ما يجيناش الخبز غليظ. غادي نزيد شويه ديال الليكران بحال هكا هي اللي بان لي قليل. بحال هكا هي كيف ما كتشوفوا وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الخبيزات ديالي. غادي نوريكم واحده اخرى غادي نجيبها غادي نقبضها بحال هكا هي غادي تجمعوها هكا واحد شويه وغادي تقطوها باش ما تطيح لكمش. غادي نغطسها في الماء ومن بعد هاد لي كان هادو نورك مزيان باش يتعمر وغادي نجيبها نحطها هنايا ونبدا نبسطها حتى تولي العرض اولا السمك اللي بغيت. العجين غادي نديرو بسرعه
منقيه الزريعه العاديه، غادي نزيد عليها شويه ديال الزريعه ديال الكرعه حتى هي منقيه. غادي نخلطهم وغادي نديرهم بنفس الطريقه اللي درت قبيله هذوك الحبوب ديالنا المخلطين. غادي نجيب العجينه نغطسها في الماء ونغطسها في الزريعه ونحطها نيشان هنايا في الطاوه ونبسطها. السبب ديال انني كنحطها نيشان في الطاوه عاد كنبسطها حيت ساهله الصراحه بهذه الطريقه، هذه كتجي ساهله ماشي عاد كديرو هنا عاد كتهزها كتخسر لك الشكل ديالها، هكايا كتجي ساهله في التبشار كتبقى وسط الطاوه ما كايناش نبقاو نحركو فيها. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله وغادي نغطيها ونخليها تخمر عاود مره ثانيه. ملي غادي تخمر غادي نديرها في الفران. من بعد ما خمروا الخبيزات ديالنا انا سخنت الفران على اعلى درجه حراره عندي اللي هي 250 درجه. غادي نقطعو بحال هكايا وغادي تجيبوا واحد رازوار ولا واحد السكين يكون ماضي وغادي نجرحهم بحال هكايا من الفوق غير بشويه ما نوركش عليهم باش يجي فيهم هذاك المنظر الزوين اللي كيجي في الخبز المشقق. بحال ما هكايا غادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا. ما عرفتش الصراحه شحال ديال الوقت، واحد 15 ل 20 دقيقه ماكسيموم. البنات الخبز ديالنا ها هو وجد، خرجته من الفران خدا مني درتو 8 ديال الدقائق من التحت ومن بعد قلبت الطاوات مده ديال 5 دقائق يعني خدا مني 13 دقيقه بالضبط. كيف ما كتشوفوا تحمر مزيان، تحمر من الفوق وحتى من التحت كيجي هشيش. شوفوا حتى هاد الباكيت صراحه جا زوين، المره الجايه غادي ندير اكثر. كيجي هشيش كيف ما كتشوفوا ومحمر وخفيف ولذيذ طبيعه الحال كيف ما كتشوفوا، ما خداش منا بزاف ديال الوقت. كنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم، الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك تابوناو فلاشين ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.